وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ وَلَا تَمَلُّوا مِنْ كِتَابَةِ الدَّيْنِ قَلِيلًا أَوْ كَثِيرًا إِلَى وَقْتِهِ الْمَعْلُومِ. وَقُدِّمَ الصَّغِيرُ عَلَى الْكَبِيرِ مِنْ بَابِ الِاهْتِمَامِ بِهِ، وَلِأَنَّ مَنْ ضَيَّعَ الْحَقَّ الصَّغِيرِ ضَيَّعَ الْكَبِيرَ، ومن يأكل جنيه حرام يأكل مليون. وبذلك يكون الحق سبحانه وتعالى قد رفع الحرج بين الدائن والمدين فيما هو كبير أو صغير، وما هو صغير بالنسبة لك فهو كبير عند غيرك. ولا بد أن يتضمن عقد المداينة على أجل الدين، وإلا كان عقدا فاسدا. ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. ذلكم أعدل في شرع الله وهديه، وأعظم عونا على إقامة الشهادة، وأبلغ في الاستقامة، وأقرب إلى نفي الشك والريبة في جنس الدين وأجل الدين وقدر الدين. وذاك هو التعليل لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة